تشاو دوتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتعلم كلمتين او تعبيرين بنستخدمهم في حياتنا اليوميه، عارفينهم بالعربي بس لازم نعرفهم بالايطالي. لما اجي اقول لحد بالايطالي بعد ايه بقى نقولها له ازاي؟ هنقول له اورماي، ببساطه جدا. اجي مثلا اقول له دوفيفي تليفون ارمي، كنت لازم تتصل بيا. اجي اقول له اورماي، وبعد ايه بقى؟ بعد كده لما نيجي نقول لحد ايه ده، هو احنا لحقنا؟ احنا مش هنعمل ترجمة حرفية ونستخدم فيربي وباستاتو بروسيمو والكلام ده كله. حاجة اقول له ايه ده، احنا لحقنا؟ ببساطة جدا، دي جا، دي جا، حرف الجر دي دي اي زائد لا فيربيو جا. حاجة اقول له دي جا سيامو اريباتي، يعني ايه ده، احنا لحقنا، وصلنا نوصل، لحقنا نوصل، مش وصلنا نوصل. اوكي بس كده. فالحاجات دي زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، احنا هنتعلمها طول ما احنا بنذاكر جراماتيكا، بنتابع كورس، بنسجل كل حاجة، بنتفرج على افلام، بنتفرج على مسلسلات ومهتمين. انما علشان نتعلم الحاجة كده من الشارع، هتتعلم حاجات من الشارع، لكن لازم يكون عندك الاساس بتاع الجراماتيكا. اشوفكوا الفيديو الجاي، تشاو.